في قصر وحد الدين بمدينة اسطنبول استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المجلس الاستشاري والقيادي في جماعة الإخوان الإرهابية خالد المشري. المجلس الاستشاري في بيان له قال إن المشري وأردوغان ناقشا آخر التطورات المحلية والإقليمية لا سيما ما يخص الشأن الليبي. اجتماع جاء لزيادة التنسيق بين الجماعات الإرهابية وزيادة الدعم التركي لمساعدة ميليشيات حكومة الصخيرات وتمكين الأتراك أكثر في الاقتصاد والتوغل داخل مؤسسات الدولة لتحقيق الأطماع التركية. وأظهرت الصورة المرفقة بالبيان المشري وهو رئيس ما يعتبر إحدى المؤسسات السيادية في ليبيا كالقزم صاغرا أمام أردوغان الذي بدا وكأنه أحد سلاطين الدولة العثمانية. وتأتي زيارة المشري لإسطنبول ولقاء أردوغان كخطوة جديدة لتعزيز وتعميق العلاقات المشبوهة بين جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا وتركيا الراعي والداعم الأكبر للتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية ومخططاتها في المنطقة. ودأبت تركيا على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الصخيرات في حربها ضد الجيش الوطني الذي يسعى لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها. وتستخدم أنقرة سفنا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة والتي تساعدها في ذلك ميليشيات حكومة الصخيرات المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادا. كما تحظى الميليشيات الإرهابية والإجرامية في ليبيا بدعم عسكري من الحكومة التركية التي مولتها بأسلحة مطورة وطائرات مسيرة وكميات كبيرة من الذخائر، إضافة إلى ضباط أتراك لقيادة المعركة وإرسال الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب الميليشيات.